أصابت قنبلة مركبة عسكرية في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول صباح يوم الأحد قبل يوم واحد من تنصيب رئيس جديد للبلاد. وقالت الشرطة إن شخصا أصيب ولم يقتل أحد في انفجار القنبلة المغناطيسية التي ألصقت بشاحنة عسكرية في ميدان زيمبق قرب مجمع الرئاسة الضخم والعديد من السفارات. وقال شاهد من رويترز إن القنبلة أطاحت بمقعد سائق المركبة. وشددت إجراءات الأمن في كابول قبل تنصيب الرئيس أشرف عبد الغني الذي يحل محل الرئيس حامد كارزاي قبيل انسحاب معظم القوات الأجنبية من أفغانستان. ووجهت دعوات لزعماء وشخصيات دولية لحضور حفل تنصيب الرئيس يوم الاثنين في الوقت الذي تسعى فيه طالبان والمتمردون المتحالفون معها لشن هجمات لإثناء الزائرين عن الحضور وخلق حالة من انعدام الأمن. وسيشهد أيضا حفل التنصيب يوم الاثنين تعيين المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله كبير المسؤولين التنفيذيين وهو منصب يماثل منصب رئيس الوزراء. واتفق عبد الغني وعبد الله على اقتسام السلطة في حكومة وحدة الأسبوع الماضي بعد مأزق صعب استمر شهورا بسبب الانتخابات الرئاسية التي اتهم فيها كل طرف الآخر بتزويرها. والجمال رويترز.